لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. للأسف 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 بزاف منكم ما غيبغيش يسمع هذا الخبر. مشاهدينا الكرام بزاف منكم غادي يبقى يتأثر بهذا الشيء اللي غيسمع. أول حاجة شكرا لهذا الرجل الخاص، هذا السي الجودان اللي قام واحد الواجب كبير اليوم، واحد المجهود كبير قام به اليوم، الأول الرجال اللي معاه أنهم بحشوا رغم قلة الإمكانيات، رغم ضعف الإمكانيات أنهم بحشوا وداروا فوق الطاقة ديالهم. للأسف للأسف مشاهدي الكرام على المباشر يعني لايف مزلزل الوقاية المدنية والسباحين المنقذين يغادرون الشاطئ، وأمل العثور على القاصر اللي غرق البارح، نقص بزاف هذا الأثناء. يعني الوليد اللي عنده 14 سنة ود منطقة ليساسفة دار 16 بالضبط، اللي جاي يعوم البارح هنا هو أحد الأفراد ديال العائلة ديالو وداه البحر. اليوم عائلته شفناها كلها، لا عمامه لا خواله لا الوالدين ديالو، واقفين هنا كيتسناو أمل أنه يبان لهم الجثة تلاحت. لكن للأسف رغم المجهود الجبار والخرافي ديال أصحاب الوقاية المدنية ومقدمين السباحين وحتى الناس المتطوعين اللي جاوا غاصوا في هذه المنطقة هذه، ما لقاوش الجثة، والأمل أنه يلقاوها بدا شي ينقص، لأن هذه البلاصة هذه كلها غيران. يعني ما عرفوش واش هو دخل شي غال داخل ولا داه البحر لشي بلاصة، لأنه كل سقف فيه صخرة غيبقى باقي هنايا. للأسف قلوبنا بقات مع العائلة ديال هذا الوليد هذا. يعني الفراق صعيب، ولكن الأصعب هو أنك تفرق شي واحد وما تلقاش الجثة اللي لا ترحم عليها ولا تغسلها ولا تبوسي على راسها ولا انك تزور القبر ديالها. فوليد كان مهذب، وليد كان من اطيب خلق الله، يعني شفنا كل شيء جا هنايا، حتى من صاحبه اللي كان لانتيم ديالو صديق ديالو قرا معاه كبر معاه جا مسكين، حتى هو كيقول لهم خلوني غير نتلاح حتى نشوف صاحبي فين مشى. للاسف يعني قضاء ديال الله سبحانه وتعالى، ان لله وانا اليه راجعون. يعني الوليد اللي كذلك حتى من المستوى الدراسي ديالو تبارك الله عالي، فهو جا هو الاول هاد العام في مستوى الكاترياماني على مستوى الاقليم كامل ديال النواصر. يعني لقى الاجل ديالو هنا البارح، فان لله وانا الى راجعون. فشوفوا اللي غرق فيها كتسمى الحجره الكحله، يعني منطقه خطيره بزاف، ميطاماريس جوج، ومنطقه اللي غير محروسه، يعني ماشي منطقه فيها الميتخناجور ولا ناس كيعونوا فيها، منطقه اللي غير محروسه. ورغم ذلك رغم ذلك بعض الناس كيجيو يعوموا فيها، فالله يجازيكم بخير. راه ميمكنش انك تريسكي بحياتك، راه واخا تكون غطاس ما تبقاش تعوم فشي بلاصه ما فيهاش الميتخناجور، حتى الا غرقتي ما كاينش اللي غادي يشوفك، ما غاديش يتسوق لك. يعني داك الوليد لو كان جا بوحدو وجا هنايا ما كناش غنكونوا حنا اليوم هنا، واخا يغرق ما غنعرفوش فين غرق. يعني جاب الله كانوا معاه شي وحدين وشافوه تيغرق، ورغم انهم حاولوا ولكن السيد هبط ما بقاش طلع، فاش تبعوه ما بانش ليهم. راه كنعرفوا باللي لما تيكون هيج كيتخلوض ما كيبقاش داك الصفاويه ديال المياه. فللاسف شوفوا معنا الجودان شاف، رغم 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 الوقايه المدنيه خرجات، رغم السباحين المقنين خرجوا، لكن الجودان شاف مازال تيقلب بالمنظار ديالو، مازال عنده الامل. يعني رغم ان العائله حتى هي مشات ما بقاتش هنايا، رجعت للخيمه ديالها، ولكن لا جودان شاف حتى هو باقي هنا، باقي تيقلب، باقي شي عنده شي امل انه يكون الوليد هو حل هنا. لكن ما قلت لكم هاد البلاصه تحت الصخر اللي واقفين فيه حنا كاينين بعض الويدان، يعني بعض الغيران الصغيره ربما يقدر يكون دخل فيها. فهنا خاص واحد الامكانيات، خاص واحد الماتريال اللي يكون بروفيسيونيل باش الناس يحاولوا يغوصوا. فشفنا قبيله غواصين متطوعين غاصوا بلا اكسجين، يعني كيهبط واحد 4 متر ولا 5 متر راه بلا اكسجين، وتيبقى واحد الوقت عاود كيطلع عاوتاني. يعني هنا كيتسبب حتى العياء اللي في لوكوغ ديالو ولا في الجسم ديالو. يعني لو كان عنده امكانيات متطوره اكثر يقدر يبقى حتى ربع ساعه حتى نص ساعه تحت الماء ويقلب. يعني خاص الضو، خاص بزاف الحوايج. فتنتمناو الغد لي ان شاء الله باذن الله تكون شي حاجه وتبان شي حاجه. واكيد راه السلطات الشرعيه داخله على الخط القضيه، شفنا الدرك الملكي مشكور حتى هو كان في هذه البلاصه. فالى الجثه تلاحت في شي منطقه في شي بحر راه غادي يتصلوا بامور وغادي نواكبوا القضيه كيفاش دايره. فانا لله وانا اليه راجعون. يعني وليد مات، توفى سنه، والعائله ديالو الحاله ديالها يرثى لها. يعني صعب بزاف، صعب بزاف. يعني تيقول لك حنا تيقول لك حنا صافي الوليد عرفناه راه مات، ما عندنا ما نديرو، قدر ديال الله، ولكن كتبقى بلا جثه. فهذه ما اصعبها، يعني
تبغي غتعنقو غتسامح معاه غتبوسي على راسو وغتشوفو الاخر مره، رغم انه وجود تهامده ما غيتشاب ما غيتجاب ما غيتفاعلش معاك لا في المشاعر لا في حتى شي حاجه، لكن كتبقى هذاك هو الامل الوحيد. يعني نهار ضيق بك الحال مشي حدا قبرو طريح حداه دعي معاه. هنا عرفتي شفنا قبيله بلي واحد المنظر مشاهدي الكرام اللي عشناه حنايا اليوم، انك شفتي الاب كتشوفو الاب جالس مسكين في هاد البلاصه وعينيه غير معلمه، عينيه غير معلمه، ما كيفكر في شي حاجه اخرى. الوليد صغير حتى هو جا عنده وعنقو كيقول لي بابا واش خويا بان، يعني واحد الظروف اللي فيها بزاف ديال المشاعر صعيبه ان الانسان يعيشها. فالله يصبر هاد العائله اللي والله البارح جباتو هنا راه ما نعسوش ليله بيضاء، يعني بقاو فايقين. يعني الغيطون دابا عندهم بحال دابا غيبقاو هنا حياتهم كامله حتى يبان الجوج. الام حابسين ما تجيش هنا حيت لاجل غادي تلاح في الماء بدون شعور بزز باش تخلي الام جالسين تما جالسه تماك. فالله يحسن العوان ونطلبوا من الله سبحانه وتعالى، فهو الامل الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. يا ربي يعني نتمناو في هذا الوليد يبان، سوا اليوم بالليل سوا هنا سوا غدا ان شاء الله، يعني يبان في اقرب وقت تبان الجثه ديالو، سوا في البحر سوا في حرب بحر اخر على الاقل تبان الجثه، يعني كما تنقولوا ما تحلات ما والو، تكون جثه باقا صينه يعني باش يدفنوها وباش يتسامحوا معها. ف لساني يعجز على الكلام مشاهدينا الكرام، البحر راه هرب ولكن رغم ذلك الجثة باقا ما بانتش. تحية لهذا الرجل النبيل اللي هو اللاجودان شاف هنا في هذه المنطقة اللي شفناه قبيلة، حتى هو ديال مجهود مع الوليدات ديالو السباحين المنقذين اللي حتى هما ريسكوا بحياتهم، الوقاية المدنية كذلك حتى هي مشكورة، السلطات ديال المنطقة مشكورين. رغم ذلك المجهود باقا غدار إن شاء الله بإذن الله غدا حتى نلقاو هذا الوليد. حتى هنا مشاهدينا كنوصلوا نهاية البث ديالنا، شكرا لحسن المتابعه ديالكم. كاملين ندعيو مع هاد العائله ومع الوليد ان شاء الله يبان، حيت غرق لينا كاملين مشاغل العائله ديالو. الى هنا كنوصل نهايه البث ديالنا، وين عاود ناكد لكم باللي نبعدوا من المناطق الغير محروسه، الله يجازيكم بخير. المناطق الغير محروسه خاصنا نبعدوا منها، ما نبقاوش نعوموا فيها، حيت هاد الصيف كنجيو نعوموا نتبردوا شويه ماشي باش نمشيو يموتوا لنا وليداتنا ولا عائلتنا هنايا. وكذلك من الجهات المسؤوله الا كانت شي منطقه غير محروسه نديروا فيها واحد البانو كذلك باش يبان للناس. الله يجزيكم بخير. الى هنا كنوصل نهايه البث ديالنا، شكرا لحسن المتابعه، اخر ان شاء الله مع موضوع اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.